هناخد النهارده ايه؟ كتابة خبر في جريدة. يعني ايه خبر في جريدة؟ احنا قبل كده او كلنا بنمسك الجريدة بنشوف فيها خبر مكتوب نقرأه. الخبر ده بيبقى مكتوب خط جميل، كلمات مناسبة، ولازم يكون في حاجة اسمها اسم الكاتب. اسم الكاتب اللي كتب الخبر. الخبر ده بيكون ايه؟ بيكون خبر مكتوب بيتكلم عن حاجة معينة او معلومة معينة. امتى حصلت؟ ليه حصلت؟ هو حصلت ازاي؟ والمكان الحدوث بتاعها. ده الخبر اللي بيبقى مكتوب. طيب نشوف بقى كلام كده ايه. خبر في جريدة بيبقى مكتوب، لازم يبقى ليه عنوان مختصر، لازم نكتب اسم الكاتب، لازم ماذا حدث، لماذا حدث، متى حدث، اين حدث. ده اسمه ايه؟ خبر في جريدة. خبر في جريدة لازم يبقى ليه عنوان، لازم يبقى ليه اسم كاتب، لازم نكتب جوه الخبر، مش نكتب ماذا حدث، لا، نكتب في سياق الفكرة اللي بنكتبها ماذا حدث، لماذا حدث، متى حدث، اين حدث. يعني في قدامنا هنا خبر هنقرأه، وهنشوف كمان الخريطة التحليلية بتاعته. اسباب انقراض الحيوانات كتبت دكتورة علا العناتي. يبقى في هنا ايه؟ اول حاجة العنوان، اسباب انقراض الحيوانات، ده العنوان. بعد كده جايب لنا اسم الكاتب، وممكن نكتب اسم الكاتب يبقى تحت، مش لازم يبقى فوق. تتعرض الحيوانات منذ القرن الماضي سنويا للانقراض في معظم دول العالم، وتختلف الاسباب التي تكمن وراء انقراض الحيوانات او اختفائها، ومنها التغيرات المناخية وعدم قدرة هذه الحيوانات على التأقلم مع الجو الجديد. كما أن عدم قدرة بعض الحيوانات على التأقلم مع علاقات الافتراس والتنافس قد يكون من أهم أسباب تعرضها للإنقراض. كما يعتبر التدخل البشري السلبي بالصيد الجائر أو قطع الأشجار أو الزحف العمراني من أهم أسباب وراء انقراض بعض أنواع الحيوانات. أشهر الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن أشهر هذه الحيوانات طائر الكيوي وثعلب الطيار وسلحفاة الغابة. جايب هنا خبر مكتوب في جريدة عامل عنوان. ايه هو العنوان؟ أسباب انقراض الحيوانات. اسم الكاتب دكتور علا العناتي. ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ حصل انقراض لبعض الحيوانات. ايه اللي حصل؟ حصل انقراض لبعض الحيوانات. لماذا؟ ايه السبب؟ اي سؤال لماذا بنقول في دماغنا ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلاه حصل انقراض للحيوانات دي؟ التغيرات المناخية، عدم قدرة الحيوانات على التأقلم في علاقات الافتراس، التدخل البشري السلبي، الصيد الجائر او قطع الاشجار او الزحف العمراني. كل دي اسباب حدوث ايه؟ الانقراض لبعض الحيوانات. متى حدث؟ حدث امتى؟ متى ده يعني زمن، بيسأل عن الزمن. ندور على اي زمن او ظرف زمان موجود قدامنا، في موجود ايه؟ منذ. يبقى حصل امتى؟ منذ القرن الماضي. اين حدث؟ حصل فين؟ ندور بقى على المكان، المكان اللي حصل فيه كده فين؟ معظم دول العالم. اين حدث؟ ندور على اي مكان، مفيش اسم بلد معينة، مكتوب ايه؟ دول العالم، معظم دول العالم. ده اسمه خبر في جريدة. طيب في حد عايز يسأل اي سؤال؟ تمام. هنا اللي موجود عندي كتاب في سلاح التلميذ بتاعنا. عايز تقول حاجة يا حمزة؟ اتفضل. لا مش عارف. اتفضل يا حبيبي. ماشي. نموذج كتابة خبر في جريدة. الخبر اللي موجود ايه؟ السر في اختفاء. ده موجود عندنا في الكتاب. ده في الكتاب. الخبر ده موجود عندكم في الكتاب. في خبر موجود نازل في جريدة. صفحة كام يا مس؟ اتفضلي. كام؟ صفحة كام؟ 255. بس نركز هنا، مش مهم الكتاب.
انا قعدت كتير جدا اعمل لكم الشغل ده امبارح، فما تقعدوش تبصوا في الكتاب وتضيعوا اللي انا عاملاه عشان تعرفوا تفهموا. الخبر بيقول ايه؟ السر في اختفاء الدولفين البيجي، في نوع دولفين، دولفين كلنا عارفين الدولفين اسمه البيجي، السر في اختفائه ايه؟ ده العنوان، العنوان اللي نازل به الخبر، السر في اختفاء الدولفين البيجي. العنوان ده بيكون عنوان شيق كده، بنبص له يشدنا ندخل نقراه على طول. اي خبر بتلاقوه دلوقتي على التليفون او في جريده بتلاقي العنوان كده، اول ما تقراي العنوان تحس انك عايزه تعرفي التفاصيل، عايزه تعرفي الباقي، فالعنوان بيشد الواحد. العنوان بيقول ايه؟ السر في اختفاء الدولفين البيجي. احنا اول ما نشوف العنوان كده يبقى عايزين نعرف ايه السر، اختفى ليه الدولفين ده. طيب الخبر بيقول ايه؟ اعلن علماء البيئة عن موت اخر دولفين على كوكب الارض من نوع البيجي، في نوع دولفين اسمه البيجي اخر واحد مات، وهو ما يعني انقراض هذا النوع من الدلافين. يبقى الدلافين انواع، في منهم نوع اسمه البيجي اختفى انقرض، يبقى علماء البيئة اعلنوا ان اخر دولفين اتوفى مات خلاص، يعني معناه ايه؟ معناه انقرض خلاص، مش اقترب على الانقراض وفي منه لسه في الحدائق او كده، لا لسه. هو مين خرجه من قلب الميه؟ طب ما احنا هنعرف اهو، انت تعرفي في الخبر. كان يعيش في نهر ينغتسي، هم الدلافين دي كانت عايشه في نهر اسمها نهر ينغتسي بقاره اسيا، كانت بتتغذى على ايه؟ على الاسماك الصغيره. ذكر العلماء ان دولفين البيجي واجه مشكله زياده اعداد سفن صيد الاسماك الصغيره بالنهر، في سفن كتيره جدا زادت عن حدها كانت بتصطاد الاسماك الصغيره اللي موجوده في النهر واللي كان يتغذى عليها. يبقى الدولفين ده كان بيتغذى على ايه؟ على السمك الصغير. يبقى الاعداد السفن زادت، كانت بتصطاد السفن دي الاسماك الصغيرة دي وهو كان بيتغذى عليها، يبقى كده الدولفين مش هيلاقي حاجة يتغذى عليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، كما ان زيوت هذه السفن تسببت في تلوث النهر. يبقى تلوث النهر جه منين؟ من زيوت السفن. وعندما لاحظ العلماء انحصار عدد الدلافين قرروا انشاء محمية طبيعية، لكنهم سجلوا موت اخر دولفين عام 2002. مين كتب الخبر؟ في تحت اسم كده دكتور محمد علي، يبقى ده مين؟ اسمه ايه؟ اسم الكاتب. يبقى اللي كتب الخبر دكتور محمد علي، العنوان بيبقى موجود فوقه معروف. يبقى جوه ندور في ايه بقى هنا؟ لما نيجي نحلل الخبر ندور على الحاجات التانية، على ماذا حدث، لماذا حدث، متى حدث، اين حدث، وكلها حاجات سهلة. طيب قلنا العنوان السر في اختفاء الدولفين البيجي، اسم الكاتب موجود تحت اهو دكتور محمد علي، ماذا حدث؟ طب الخبر ده بيتكلم عن ايه؟ انقراض نوع دولفين البيجي، يبقى بيتكلم عن ايه؟ عن انقراض دولفين البيجي. لماذا؟ ليه انقرض؟ سبب انه انقرض، السبب ايه؟ تسبب، ندور على كلمة سبب، يقول تسبب في تلوث النهر، يبقى السبب تلوث النهر. ايه كمان؟ مشكلة ايه؟ كان في مشكلة بتقابلهم، زيادة اعداد سفن صيد الاسماك الصغيرة التي يتغذى عليها. يبقى كده نوعين، سببين ذكروه عندنا. طيب متى حدث؟ ندور على الزمان، على الوقت، امتى الوقت ده؟ ندور موجود فين؟ عام 2002. قلنا لو ما كانش موجود هيبقى موجود ايه؟ اي رقم قدامنا، اي سنة، اي وقت، تمام؟ ده في الزمن بتاعه. طب اين حدث؟ حصل فين؟ قلت ندور على اسم بلد، مش موجودة اسم بلد، ندور على كلمة دولة، دول، هنا موجودة ايه؟ اين حدث؟ موجودة في فين؟ في نهر ينغتسي بقارة اسيا، تمام؟ قارة اسيا كان فيها نهر اسمه نهر ينغتسي، كانوا عايشين فيه،
انقرضوا بقى هناك بسبب التلوث وبسبب ايه؟ الصيد الاسماك الصغيرة. شفنا الخبر؟ عرفنا ازاي بنحلله؟ وهنشوف خريطة التحليل بتاعته. حد عنده مشكلة يعرف كده لو جابوا لنا خريطة التحليل اللي هو العنوان والاسم الكاتب وماذا ولماذا والحاجات دي نعرف نكتب خبر، ولو جابوا لنا الخبر نعرف نحلله. لو في حد عنده مشكلة يقول لي عيد تاني. لا يا بس. تمام. يعني يا بس لو انا واقفه يعني زي بس لما يجي لنا هنشوف كل ده يا يارا، ما تستعجليش. هنشوف كده، هنشوف خبر وهنحلله، وهنشوف تحليل خبر وهنكتب خبر. لا يا بس انا عايزه اسالك عن حاجه. يا حبيبي سامعاك. خلاص مش خلاص. مش هروح اشرب ميه؟ اتفضلي. مس انا مش فاهمه مس برضو، هو السفينه هي اللي طلعته من البحر؟ انت مش عارفه مس السبب ممكن اروح الميه؟ مس ممكن اروح اشرب ميه؟ اتفضلي. السبب مش عارفه السبب ايه يا يارا؟ احنا قلنا السبب ايه؟ السبب ان الدلافين دي ماتت ليه؟ هي بتتغذى على ايه؟ افتحي الصوت وردي عليا. بتتغذى على ايه الدلافين دي؟ على السمك الصغير. انا عارفه يا مس. طيب لما يدخل سفن كتيرة جدا تصطاد السمك الصغير، هو هياكل حاجة؟ لا. لا، يبقى كده رقم واحد مات عشان مش لاقي حاجة ياكلها. تاني حاجة، السفن دي لما بتدخل مش بتطلع زيوت في المية؟ بتلوث المية. المية دي بتعمل ايه؟ الملوثة، بتخلي الدولفين يموت. تلوث البيئة. ده لو لوثت النهر يخلي الدولفين مات كده، قعدوا يموتوا لحد ما قربوا يخلصوا. راح عملوا ايه؟ جابوا الدلافين اللي متبقيه دي وحطوها في محميه. وكان عدد زي مثلا بتروح حديقه الحيوان بتشوفي كم اسد، كم واحد كده قليلين. طيب قعدوا يموتوا خلاص كده خلصوا. فجيبوا اخر دولفين مات عام 2002. ماشي يا حبيبي. حمزه موجود معانا؟ حمزه ايمن. ايوه. الحمد لله على السلامة يا حمودي. ممكن نفتح الكاميرا دخلت. عشان نشوف بعض؟ دخلت وعشرة تقريبا. طب ما تتأخرش تاني يا بابا. ماشي. هنا في ايه؟ في خبر واحنا عايزين واحدة بس. الخريطة الذهنية يعني نحلله. تمام؟ خريطة ذهنية، ايه هي الخريطة الذهنية دي؟ عشان انتوا ما بتبقوش عارفين الحاجات دي. دي خريطة بتبقى كده محللة الخبر، مفصصاه، مش بس الخبر، في أي فقرة بتشوفوها ويجيب لكم خريطة ذهنية للحاجة، بتفصص الحاجة كده، بندور جوه الفقرة ونطلع الحاجات اللي طالبها مننا، مش أكتر من كده. تمام؟ هو الخبر بيقول إيه؟ السر في اختفاء الدولفين البيجي. إحنا حللناه، عايزين نحطه هنا في الخريطة الذهنية. أول حاجة العنوان إيه؟ طالب مننا العنوان. العنوان السر في اختفاء الدولفين البيجي. العنوان. طيب طالب مننا اسم الكاتب. استخرجي لي يا رغد فين اسم الكاتب؟ بصي كده في الخبر وشوفي لي اسم الكاتب فين. دكتور محمد علي. أحسنتي، يبقى اسم الكاتب ندور على اسم الكاتب يا فوق يا تحت. مكتوب مين؟ او ممكن يقول كتب فلان، كتب كذا، يبقى هو ده اسم الكاتب، دكتور محمد علي. احسنتي. ماذا حدث يا جنى؟ احنا بنحلل دلوقتي الخبر. انا مش ماذا حدث؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل موت اخر دولفين على كوكب الارض من نوع أيوة. البايجي. يبقى انقرض الدولفين، الدولفين ده انقرض، دولفين البايجي انقرض. طيب متى حدث يا حمزة ايمن؟ حصل امتى؟ متى الوقت؟ مليس انا عارف. كلنا عارفين يا احمد. كده غلط، ما ينفعش نفتح الصوت ونقول احنا عارفين، كله هيتسأل، وانا عارفة ان كلكم عارفين وشاطرين. حموزي عارف متى حدث؟ حدث ايه؟ ما على ايه؟ انقرض دولفين البايجي امتى؟ طيب ده ايه؟
الصيد الجائر وصيد أسماك الصغيرة و محمد إبراهيم بيجاوب. اه بيقول لي ماذا حدث؟ انا بسألك انت متى حدث؟ حصل امتى وانقرض دولفين الباجي يا حمزة؟ سألني حمزة أيمن. انا بسألك انت حمزة أيمن متى حدث؟ متى يا حمزة؟ عارف ولا لا؟ مش عارف حمزة، اتفضل لي يا أحمد رامي. متى حدث وانقرض دولفين البايجي؟ في عام 2002. أحسنت، يبقى متى حدث؟ عام 2002. ميم، ميم دي يعني إيه؟ يعني ميلادياً، معنى ميلادي بنختصرها في كلمة ميم، تمام؟ يارا أين حدث؟ حدث يعني ايه بس؟ اين حدث؟ اين حدث؟ اه اين حدث؟ مس في النهر ينغطس بقارة آسيا. احسنت، يبقى حصل فين؟ ندور على المكان، بيعيش فين؟ انقرض فين؟ كان عايش في نهر ينغطس بقارة آسيا. لماذا حدث يا حمزة إبراهيم؟ لماذا؟ لماذا انقرض؟ والزيت زيادة؟ زيادة أعدادي سفن. أيوة صح، في أسماك الصغيرة والتي حصل ليه؟ بسبب زيادة أعداد سفن اللي بتصطاد الأسماك الصغيرة. وإيه كمان؟ شايف؟ التلوث. طيب إيه هو اللي حدث؟ عمالة أقول لكم ماذا حدث، متى حدث، إيه هو اللي حدث؟ السر في اختفاء البايجي، ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ يعني ايه اللي احنا اصلا عمالين نقول امتى حصل واين حصل؟ امتى؟ اين؟ لماذا؟ ايه هو الحدث اللي حدث؟ اختفاء انقرض اختفاء الدولفين. اختفاء الدولفين، يبقى ماذا حدث؟ تقولي ايه هو اللي حدث يا مس؟ اقول لكم اختفاء الدولفين. طيب امتى حدث؟ ايه هو الحدث ده؟ بنتكلم عن حدث اختفاء الدولفين، حدث امتى؟ عشان يبقى في عام 2002. عام 2002 ميم ميلاديا. ميم يعني ميلاديا. هنا جايب لنا ايه بقى يا يارا؟ لو كنت بتقولي هنعمل ازاي، جايب لنا خريطة ذهنية بيتكلم فيها عن الصيد والتجارة وراء انقراض النمر. العنوان كان بيقول كده. طيب جايب لنا اسم الكاتب، ماذا حدث، متى حدث، اين حدث، لماذا حدث، واحنا هنكمل الخبر ده، خبر موجود في جريدة واحنا هنكمله، تمام؟ جايب نقط كتيرة كده. اول حاجة بنكتبها في الخبر ايه يا رغد؟ اسم الكاتب. وايه كمان؟ والعنوان. والعنوان، يبقى أول حاجة في الخط الكبير المطلوب مننا كده نكتب العنوان اللي هو ايه بقى؟ العنوان ايه يا رغد هنا؟ تعرفي بنجيب العنوان من ايه؟ يا رغد احسنتي، يبقى هو ده العنوان. تمام، يبقى العنوان الصيد والتجارة وراء انقراض النمر. العنوان ايه اللي موجود عندنا؟ الصيد والتجارة وراء انقراض النمر. اتفضلي يا جنى. حمزة، جنى اتفضلي. حمزة ايمن اللي عملتها. نعم يا مس. ما ينفعش يا حمزة تعمل في غير دورك. كل اللي قفل الكاميرا انا زعلانة منه، والمفروض ان انا ما اسالش لقفل الكاميرا. اتفضلي يا نازل. عايزه
اقرأي وكملي بقى انت يا جنى. حاضر يا مي يارا. ثواني يا عبد النمر السبيري. السبيري من السبيري من ايه؟ من نقط فقط كان من اكثر الحيوانات انتشار في العالم. في مش العالم بقى، انا بيقول لنا يعد النمر السيبيري من، هيتكلم دلوقتي ماذا حدث. هناخد من الخريطة دي يا جنى ونكمل بيها الخبر، ماشي؟ النمور المهددة بالانقراض. احسنت، يبقى يعد النمر السيبيري من النمور المهددة بالانقراض. كملي يا يارا. نعم يا ميس. يلا اتفضلي. يعد النمر كملي. فقد كان من اكثر السبري من فقد كان من النمور المهددة بالانقراض. كملناها خلاص قلناها، بس هي كبيرة مكتوبة فقد كان. كملي. ماشي. الحيوانات اشترى انتشارا في انتشارا في فين؟ كان موجود فين؟ منتشر فين؟ يبقى بيتكلم هنا عن ايه؟ قارة آسيا. احسنتي، يبقى هنا بيتكلم عن المكان، مكانه فين؟ كان منتشر فين؟ كان موجود فين النمر ده؟ في قارة آسيا. احسنتي يا يارا. يا بوسي ما تفتحش يا جماعه عشان اشوفكم عشان اعرف اسالكم. نعم يا ميس. محدش يقفل الكاميرا تاني بعد اذنكم. كملي. ولكنه هو ولكنه اليوم، هنبدا السطر التالي. اليوم موجود بحدائق الحيوانات الأمريكية بعدد قليل، بأعداد قليلة. يبقى النمر ده انقرض وخلص ولا لسه يا جنو يا بوسي؟ انقرض بس خلص. لسه يعني مهدد بالانقراض، يعني هم خلص في الغابات بس موجود فين؟ في حدائق الحيوانات. ماشي كملي قراءة وكملي وجاوبي. يلا. حذر المسؤولون يا بنت المسؤولون من انقراض النمور بسبب قلب سبب. يبقى بيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن ايه دلوقتي؟ بسبب عن السبب. ايوه قلت كلمه يجي بسبب او